كبير برضو للنادي الأهلي إنك بتحقق برونزية تكون رابعة إن شاء الله في تاريخ المونديال. ده شيء لازم نفتخر بيه كلنا كأهلوية. ده تمرين النادي الأهلي النهاردة، المعنويات مرتفعة كالعادة، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف على الكورة ودوره المهم جدا مع الفريق، مش في النصر بس، حتى في الخسارة متواجد. النهاردة بيشد من أزر اللاعبين، لازم النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا يوم الجمعة، ازاي ترفع الروح المعنوية وتساند اللاعبين. لازم أقفل صفحة فلومنسي، خاصة إن البطولة بنظامها ظالم. بمعنى النهاردة أنا لعبت قدام اتحاد جدة بعد 48 ساعة بلاعب بطل أمريكا الجنوبية، 48 ساعة، فرقة مريحة، فرقة جاية من راحة مستعدة كويسة، وأنا لاعب مباراة كبيرة جدا قدام فريق كبير جدا اتحاد جدة السعودي. فالنهاردة نظام البطولة كمان ما فيهوش العدالة بالنسبة لكل الفرق المشاركة، كأن البطولة بتقول احنا عايزين في النهائي بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية علشان الرعاة والسبونسر، احنا بنظبط الأمور بالشكل ده. فبيكون عندك تحديات كبيرة، علشان كده احنا بنشكر لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني على المباراة الكبيرة اللي ظهرت خاصة في الشوط الأول بالأمس، مباراة اتحاد جدة واللي قيل والناس كلها شادت بالنادي الأهلي. مش هي دي نفس اللعيبة في المباراة الأولى اتحاد جدة اللي فرحت مصر كلها وفرحت الوطن العربي والناس أشادت بالإدارة وأشادت باللاعبين وبالجهاز الفني وبكولر العبقري وبالتغييرة بتاعته لما حط أحمد نبيل كوكا؟ تخسر تحط أكرم، طب ليه أكرم؟ طب ليه ديانج؟ هو ليه رؤية فنية. إحنا كلنا معاك يا مستر كولر، أي حد 11 هتحطه إحنا معاك وفي ظهرك. هو ده النادي الأهلي وهي دي جماهير النادي الأهلي. علشان كده خلي بالكوا يا جمهور النادي الأهلي، خلي بالكوا كويس، مع المكسب بتلاقوا ناس بتطلع وبتفرح وبتظهر، وقت الخسارة بتلاقي ناس بتقطعك. احذروا الناس دي كويس قوي. النادي الأهلي عنده السنة دي تحديات كبيرة، وعندنا يوم الجمعة تحدي كبير جدا، برونزية في كأس العالم للأندية، تاريخ بيضاف لتاريخ النادي الأهلي. نروح لناقدنا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمود شوقي من المملكة العربية السعودية، ونروح نقرب للصورة أكتر وتدريب النادي الأهلي النهاردة وتواجد الكابتن محمود الخطيب. في البداية بنرحب بك يا أستاذ محمود. أهلا بك يا كابتن أسامة، وتحياتي ليك وكل مستمعينك ومشاهدينك الكرام في كل مكان. أعتقد إن أنت قلت بقى كل اللي جوانا تقريبا كلنا، سواء نظرة فنية أو نظرة تحليلية ونظرة واقعية. أنت كررت كلمة مبررات أكتر من مرة، اللي أنت قلته مش مبررات في اعتقادي، اللي أنت قلته هو نقل للواقع بشكل كبير جدا. بدليل حتى كمان إنه الجماهير السعودية هنا بتتكلم تقريبا نفس الكلام اللي أنت قلته من شوية، إنه الأهلي فعلا تعرض لظلم. الأهلي كمان ما كانش محظوظ بشكل كبير، توفيق غاب عن الفريق امبارح بشكل واضح، كهرباء له ضربة جزاء كارثية من وجهة نظر التحكيم، كارثية، مش فكرة وجهات نظر خالص. ولذلك الحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل. كابتن محمود الخطيب حرص النهارده على التواجد في مران الفريق، وقف مع اللعيبه لبضع دقائق، اتكلم فيهم بشكل واضح عن ضروره تحقيق البرونزيه لمصالحه الجمهور الاهلي، شكر اللعيبه على ادائها وروحها خلال المباريات، وكمان اتكلم على ضروره او قدر الاهلي دايما، قدر الاهلي دايما انه لابد ان يغلق الصفحات، يفكر في صفحه جديده. كمان الوقوف على منصه التتويج ده شيء في غايه الاهميه طبعا في مثل هذه التوقيتات. الحصول على برونزيه حلم كبير طبعا، وطموح مشروع وطموح مهم مش عايزين نقلل منه. وهنا لازم اتوقف قدام حاجه مهمه، الناس حزينه عشان الاهلي فشل في الصعود لنهائي كاس العالم، مش انه فشل في الصعود لكاس العالم نفسه. وده يؤكد لك على قيمه الاهلي ومكانه الاهلي. قيمة الأهلي دايما ان هو بيبحث على الألقاب والبطولات ومنصات التتويج. الصفحة أغلقت، اللعيبة كلها النهارده مركزة تركيز كبير. على سبيل المعلومات طبعا عاوز أقول لك إنه اللعيبة اللي شاركت في مباراة امبارح النهارده عملوا الريكفري بشكل واضح. ضيق الوقت هو سمة هذا المونديال
والاتحاد الدولي كرة القدم فيفا دايما بيمارس مثل هذه الامور مع كل ابطال القارات الا اصحاب الحظوه واصحاب طبعا المكانه الزائده. بطل اوروبا وبطل امريكا الجنوبيه بياخدوا طبعا النصيب الاكبر من الراحه، لكن قدرنا ان احنا خلاص غير الوقت ده بيخلي اللعيبه النهارده عملت ريكفر. اللعيبه اللي ما لعبتش امبارح خدت مران قوي جدا منذ قليل، واللعيبه التي كلها بتتفرج على ماتش السيتي وبطل اليابان في انتظار طبعا المواجهه المرتقبه يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 5:30 في ملعب الامير عبد الله الفيصل هنا في جده. مين هو الامير عبد الله الفيصل يا كابتن اسامه؟ برضو للتذكره للناس كلها، كل الجماهير عارفه طبعا مين هو الامير عبد الله الفيصل، هو نفس الرجل العظيم اللي بيطلق اسمه على صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي كرئيس شرف النادي الاهلي، واحد من رموز الرياضه او مؤسس الرياضه في المملكه العربيه السعوديه، واحد من عشاق النادي الاهلي. ده الملعب بتاعه او اللي بيحمل اسمه، هو اللي هيحتضن مباراه الجمعه ان شاء الله الساعه 5:30. نتمنى حضور جماهيري كبير لمسانده ودعم فريق الاهلي بطل افريقيا للحصول على البرونزيه المرتقبه ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ محمود. استاذ محمود انت قريب يعني دائما من فريق النادي الاهلي، دائما حريص على وجودك في التدريبات، نقل لنا برضو الروح المعنويه للاعبين خاصه امبارح. يعني اللعيبه يعني كانت متضايقه جدا بعد انتهاء المباراه، كان عندها طموح، كان عندها امل كبير تفرح كل جماهير النادي الاهلي خاصه الجمهور اللي كان حريص وكان متواجد في الاستاد امبارح، حتى ظهورهم في الاعلام تحس ان اللعيبه كانت متضايقه وكانت زعلانه علشان الهدف الكبير اللي كان هيتكتب ويسطر في تاريخهم وتاريخ النادي الاهلي. النهارده الحاله المعنويه بعد تواجد الكابتن محمود الخطيب معاهم، وقلت هنا كابتن محمود الخطيب متواجد دائما مع اللاعبين في الخساره والحزن قبل الفرح. شوف يا كابتن اسامه، انا حضرت بطولات كتير جدا مع النادي الاهلي. ربما ما لاحظتش حزن بهذا الشكل من قبل. امبارح الحزن كان شديد البلاغه للموقف اللي احنا بنعيشه. اللعيبه كلها كانت مركزه، عندها طموح صعود نهائي كاس العالم، علشان كده الحزن كان مضاعف. فريق كان يقدر، كان قريب من الفرصه، كان افضل في بعض الاوقات على بطل البرازيل وهو فريق كبير بالمناسبه. كمان عمل مباراه عظيمه تاريخيه امام اتحاد جده، وبالتالي كان الفرصه كبيره. الحزن كان واضح، ايوه الحزن كان واضح. كل اللعيبه كانت متاثره جدا، عجبني كلام الشناوي واعتذاره للجمهور والتاكيد اللي هو كان نفسه يحقق ميدالية اكبر من البرونزيه، لكن خلاص الطموح اللي جاي دلوقتي لازم نفكر بسرعه في البرونزيه. امام عاشور كمان اتكلم في نفس الاطار، طاهر، كل اللعيبه كانت حزينه، كهربا كان من اكثر اللعيبه حزنا امبارح على الخساره. كل ده بيؤكد لك على نقطه مهمه جدا يا كابتن اسامه، الناس دايما بتمسك فيها ساعه الهزيمه. الناس تقعد تقول لك ايه، اصل كان في استهتار، اصل كان في فرحه زائده، اصل كان في تكاسل، اصل كان في استهانه بالخصم. اعتقد اللي حصل امبارح وما قبل المباراه يؤكد لك لا كان في استهانه ولا كان في استهتار طبعا. كان في تركيز. هتستهين في مباراه قبل نهائي كاس العالم؟ يعني هل هذا يعقل؟ امبارح بس كان غياب التوفيق عن النادي الاهلي، التوفيق اللي كان متواجد معانا في مباراه اتحاد جده كان غايب عننا في الفرص. الحاجه الثانيه سوء اداء الحكم في ركله جزاء في الدقيقه 6 في اول مباراه. مظبوط. بالمناسبه عاوز اقول لك برضه حاجه من التواريخ كده، كل الناس في البعثه وخارج البعثه وعدد كبير جدا من الاصدقاء السعوديين المحيطين بالبعثه كلهم كانوا ماسكين الموبايلات امبارح يا كابتن اسامه بيشوفوا اللقطه العجيبه بتاعه كهربا في ضربه الجزاء. كل الناس مصدومه من رد فعل الحكم، وانا هنا بحمل مسؤوليه غرفه الفار طبعا مسؤوليه الكارثه والفضيحه دي. عاوز برضه انقل لك الصوره بشكل اكبر. الجمهور اللي كان حزين امبارح من الخساره، لا دعم برضه لعيبه الاهلي وشكرهم على الاداء، حياهم بعد المباراه. هو ده جمهور النادي الاهلي. هو ده جمهور النادي الاهلي العظيم، ودايما المساند والداعم الاول لفريقه وجهازه الفني وادارته وكل مسؤولي النادي الاهلي. نقطه كمان مهمه يا كابتن اسامه، بعض الناس انتقدوا كولر بشكل واضح جدا على عدم الدفع باحمد كوكا في وسط الملعب واللعب بنفس تشكيل مباراه اتحاد جده. احنا طبعا سمعنا في الساعات الاخيره انتقادات رهيبه لكولر في هذا الاطار. الحقيقه ان كولر كان هيلعب بنفس التشكيل بالفعل. لكن كوكا تعرض لوعكه صحيه وفقا لتاكيد واضح من مستر كولر امبارح، وعكه صحيه وكان اجهاد شديد جدا بالنسبه لكولر بالنسبه لكوكا،
ما قدرش ان هو يدفع بيه اساسيا. وبالتالي الدفع يعني عدم اللعب بنفس التشكيل ده كان له مبرر. ده يؤكد لك برضه ان الناس ساعات بتنتقد دون علم، دون علم بالتفاصيل. كوكا النهارده ان شاء الله الحمد لله شارك في التمرين، ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الجمعه باذن الله. كل اللعيبه النهارده شاركت بشكل رائع زي ما قلت لك من شويه، اللعيبه المجهده امبارح طبعا ريكفري وتمرين سريع، لكن كل اللعيبه الثانيه شاركت في مران حماسي للغايه عشان كل اللعيبه نفسها انها تظهر بشكل طيب في هذا المونديال اللي الاهلي بيسطر فيه تاريخ رغم عن انف الجميع. الاهلي بيسطر تاريخ بشاركه تاسعه برونزيه رابعه باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله. وبالتالي جلد الذات ده المفروض يتوقف، لابد ان نفتخر بفريقنا وقدرته وقوته وشعبيته وجماهيريته هنا في المملكه العربيه السعوديه، اللي بنشكره على الحفاوه والاستقبال الرائع في كل الاوقات. بنشكرك شكرا جزيلا الصحفي والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود شوقي، حطينا في الصوره كامله وواضحه من المملكه العربيه السعوديه وبعثه النادي الاهلي. كنت بكلم حضراتكم عن كم الارتباطات اللي بيشارك فيها النادي